لمزيد من التفاصيل معنا عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، بداية مرحبا بك. أكثر من 20 عبوة ناسفة انفجرت خلال الشهرين الماضيين في ديالى وحدها، كيف تقرأ الانهيار الأمني هناك؟ أهلا وسهلا بكم الكرام. ديالى منذ 2003 إلى يومنا هذا انتهت امنيا وانهيارات امنيه متكرره، فهذا النقل ان العبوات تنفجر، لان المشروع الكبير ضد ديالى الذي تتعرض الى جريمه منظمه حقيقه دوليه، لانه ما موجود فيها تواطؤ دولي وتغول ايراني في جنود فعليين على الميدان وبميليشيات مواليه لايران، كلها تخضع حقيقه بجرائم متنوعه، جريمة التطهير العرقي والطائفي، الاستيلاء على الأراضي، قتل الناس، إنهاء التعليم في ديالى، عدم السماح لعودة أهالي ديالى إلى مناطقهم، إنهاء الاقتصاد الفردي والعام في ديالى من خلال تجريف البساتين ومنع الزراعة فيها وملاحقة المزارعين، لذلك ديالى الجريمة الكبيرة التي تتعرض لها لأنها حقيقة مجاور لإيران وتعتبر حقيقة المنطقة الرخوة التي أقرب ما يكون بالطريق الميداني إلى بغداد. فإيران تعمل بكل جهدها على تغيير ديموغرافي شامل في ديالى، لأن ديالى تمثل 85% من السنة العرب. لذلك حقيقة يهدفون إلى تقليل هذه النسبة، ولذلك هم تأخروا من مشروعهم، لأن أهل ديالى الكرام جذورهم عميقة في مدينتهم، ولأنهم حقيقة تعرضوا إلى إبادات وإلى قتل لم يشهد له التاريخ، لكنهم لا زالوا قادرين وصامدين على جرائم هذه الميليشيات وعلى ما تفعله من تخطيط لهمم إيراني داخل هذه المحافظة أمام سكوت دولي على ما يجري من 5 جرائم دولية جنائية تستدعي أن يكون هناك جلسة في مجلس الأمن. لكن هذا التواطؤ حقيقة كأن هناك استهداف مكون معين. المحافظة دائما ما تشهد نشاطا متصاعدا للميليشيات، لماذا ديالى؟ ديالى لأنها حقيقة جار لإيران، ولأن ديالى تريدها إيران بالكامل تحت قبضتها، ولأن المناكب الإيرانية باتجاه ديالى كبيرة وشاسعة، وبالتالي لا يمكن ان تستولي على محافظه او مدينه دون ان تغير اهلها وتركيب سكانها، لان مهما الامور الامنيه والسياسيه فيها ظلمها ستزول، لان الشعوب لا يمكن ان تقهر. واضح. شيخ عبد القادر، مراقبون اكدوا ان محافظه ديالى تشهد عمليات تغيير ديموغرافي وتجريف بساتين على ايدي الميليشيات، وهو امر ليس بالجديد، فالامر ابتدا يعني منذ عقد من الزمان أو أكثر. أين دور الحكومة في هذه الانتهاكات؟ الحكومات المشكلة منذ 2003 إلى حكومة عادل عبد المهدي التي تعد أسوأهم هي متواطئة في هذا النهج، وهي التي تنفذ على أهالي ديالى المشروع الذي يقتضي تغيير تركيبتها السكانية وتهجير أهلها، لأن هذه الحكومة هي مشاركة بالجريمة بشكل واضح، ولذلك لا يوجد لهذه القضيه، لكن هناك من يدعي انه يمثل ديالى. هؤلاء حقيقه يشاركون الحكومه في هذه الجريمه، اين اصواتهم؟ لماذا لا تقدم ملفات ديالى ومعتقليها والمقابر الجماعيه في ديالى؟ اليوم هناك اكثر من 14 مقبره جماعيه في ديالى، لو حقيقه استخرجت الجثث لوجدنا هناك الاف من اهل ديالى قتلتهم الميليشيات فدهنتهم. نعم، وضحت الصورة. أستاذ، التواطؤ الحكومي مع الجريمة هو الذي شجع استمرار ما يجري في ديالى الآن. أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان، شكرا لك.